وفي نشرتنا أيضا، لكن بعد الفاصل. وفد برلماني ألماني يدين بشدة هجوم أربيد الإرهابي، والحكومة الاتحادية تشرع بتوزيع مستحقات مزارعي كردستان عن تسويق القمح لهذا الموسم، والأسمدة الجنوبية تنتج 1000 طن من سماد اليوريا يوميا. جهود مضنية لإخماد حريق اندلع في أكبر غابة صنوبر بري في لبنان، واحتمال إبرام اتفاق حول النووي الإيراني تضاءل بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والرئيس الأوكراني يؤكد مصير دونباس يتحدد في سيفيرودونيتسك.